السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا، داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، كيف ما لاحظتوا في العنوان، فإحنا مازال في المسلسل وفي تتبع القضايا ديال الفساد، لأننا ولينا واعين كل وعي مؤسسات وشعب بأن الفساد توقف حجر عثرة أمام التنمية وأمام التطور، لأننا ولينا واعيين بأننا إلى ما قضيناش على الفساد وما قضيناش على المفسدين في هذه الأرض السعيدة بأي شكل من الأشكال، سواء كمؤسسات يعني في تحركها إلى صد هذا الفساد، أو كمواطنين كأفراد خصنا نعبروا وخصنا نفرشوا ونفضحوا هذا الفساد كيفما كانت تجلياته، كيفما كان شكله، وفي أي شكل تجسد هذا الفساد، فهو لابد ما خصنا أن نوقفه أمامه سدا منيعا. فاليوم إخواني أخواتي، في هذه اليومين الأخيرة، في 48 ساعة من بعد القضية ديال محمد مبدي والقضايا ديال مجموعة ديال رؤساء الجماعات والبرلمانيين اللي كيمروا في التحقيقات، في 48 ساعة إخواني أخواتي، لا حديث سوى عن اسم واحد، اسم يشغل منصب في أكبر هيئة ديال السلطة في هذا البلاد، اللي هي السلطة ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذا الاسم هو الحسن أطلس، السيد الحسن الأطلس. الله يبارك عمر سيدي، الله يعمر قلبك سيدي، الله يصلحك ويرضي على قلبك سيدي. السيد حسن جابر، عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولات كتحيط به شبهات ديال الفساد واستغلال السلطة وأيضا استغلال النفوذ، بل أكثر من هذا، هناك من يتهمه بأنه هو حمزة مومبيبي، هو من يقف وراء التستر وعدم سقوط هذه المجموعة لروعات يعني البلاد، وهو من يحمي المغنية المغربية في عدة ملفات. فاسم حسن أطلس اسم ماشي جديد على الناس اللي كيعرفوه كيحتكوا كمتبعين يعني القضايا ديال الفساد والقضايا ديال السياسة والقضايا ديال المحاكم، لأنه اسم وارد ويرد في كل القضايا الكبرى اللي كتخص هذه البلاد، خصوصا القضايا اللي فيها الأطراف شركات وما بينهم نزاعات كتخص الملايير، لأن أينما وجدت الملايير وجد اسم حسن أطلس. فاليوم إخواني أخواتي، فهذا الشخص حسن أطلس اللي هو أحد أعضاء ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكيف ما قلت السلطة القضائية هي أعلى سلطة في هذا الشيء، يعني السلطة يعني ديال القضاء والمحاكم والتقرير. فإخواني أخواتي، نحن هنا لن نؤكد ولن نفند، لكن كيف ما قلت في 48 ساعة لا حديث سوى على هذا الاسم واتهامه بمجموعة ديال الأمور. حسن الأطلس هو شخص اللي كان يعني في كان إنسان عادي في رتبة عادية، وبقى كيتسلق الرتب بحسب المعلومات إلى أن وصل ولا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بعد التعيين ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2017، يعني آنذاك عينوا صاحب الجلالة رفقة مجموعة ديال الأشخاص آخرين كأعضاء في هذه الهيئة العليا للقضاء. حسن الأطلس هو من منطقة بن حمد، هذه المنطقة اللي منها أيضا مرداس المرحوم الله يوليه برحمة الله، واللي يمكن نقوله القضية ديال مرداس فتحات واحد الباب حول التحري وراء هذا الاسم ديال حسن الأطلس، لأن في الوقت اللي مات مرداس فتوجهات مجموعة ديال الأصابع وجهات اتهامات بطريقة غير مباشرة لحسن الأطلس، ماشي كيربطوه بالوفاة ديال مرداس أو للمقتل ديال مرداس، وإنما
هنالك يعني شبهات دائما ما تحيط بهذا الاسم، خصوصا وان مرداس هو ايضا من احد ابناء المنطقه ديال بن حمد. ففي القضايا اخواني اخواتي اللي ولات كتشير بها الاصابع الحسن الاطلس، هو وقوفه الى جانب دنيا باطمه في قضيه ديال تضخم مالي وقعت ليها في الكويت بمبلغ اللي وصل يعني مبلغ فلكي اخواني اخواتي 8000 مليار، كنقولوش 800 مليار انما 8000 مليار، مبلغ مالي ضخم. فهنالك معلومات وهنالك اشارات لتشير ان هذا المتهم بالفساد وباستغلال النفوذ، ومازال غادي نوصل معكم اخواني اخواتي النقاط اللي متهم فيها باستغلال النفوذ، فحط يعني صبعه في هذه القضيه ديال دنيا باطمه. هنالك من يشير الى انه يعني خدع نصيب كبير وكبير جدا، ويعني وقام في التدخل في هذه القضيه ونجات منها دنيا باطمه، كما دخل يعني اثناء المحاكمه ديال دنيا باطمه وهو من تسبب في واقعه سقوط الميديمي في هذه القضيه يعني مؤخرا، يعني بحسب اتهامات اخواني اخواتي والكلام اللي كيتوجه للحسن الاطلس، واللي الان هو تحال على التقاعد هذه مده شهور قليله في اواخر سنه 2022 رفقه ازيد من 70 قاضي اخر. فهنالك اشارات ومعلومات لكتهم حسن الاطلس بانه كان كيعلن على مزاد العلني لتعيين القضاة، اي بمعنى انك بغيتي تولي قاضي خصك تدوز على ايد حسن الاطلس وخصك تحط مبلغ مالي 30 مليون او 40 مليون او 60 او 20، ولما كتخرج وكيتب تعيينك كقاضي فكتولي منضوي تحت الشبكه ديال حسن الاطلس، اي بمعنى اخر انه الوقت اللي بغاك حسن الاطلس انك تدخل على خط شي قضيه وتحكم بشي حكم ما فخاصك تقوم بهذاك الفعل. وكان بالضبط كيصيفط القضاة المنضاوين تحت الاسم ديالو او اللي تحت الرعايه ديالو القضايا اللي فيهم يعني اطراف نزاع شركات، يعني كتكون هنالك ملايير، فكيحط كيف ما تنقولوا صبعو في القضيه وكيصيفط قاضي من القضاة وكيقوم بتصفيه هذه القضيه لصالح الطرف اللي دفع المبلغ اللي يرضي حسن الاطلس. ايضا هنالك اتهامات كتوجه لحسن الاطلس بالسطو على مجموعه ديال الاراضي، منها احدى البقع الارضيه واللي بنى فيها فيلا للام ديالو بمدينه الدار البيضاء، وايضا بن حمد استغلال ووصول الشبكه ديال الكهرباء الى المنزل ديالو دون الاستفاده ديال الناس اللي كتمر عليهم هذه الشبكه وهذه الاعمده الكهربائيه، على الرغم من انهم طالبوا بمدهم بالكهرباء، الا ان لما بغى حسن الاطلس الضوء يوصل ليه فوصل له وحده ومرت الاعمده الكهربائيه من بين المنازل ليستفيد لوحده من المد الكهربائي. زائد هنالك عده قضايا اخرى اللي كتوجه لعده قضايا اخرى مرتبطه بالفساد وباستغلال النفوذ اللي الاصابع فيها اشارت الى هذا الاسم اللي برز في هذ اليومين اللي هو اسم حسن الاطلس عضو من يعني اللجنه العليا للسلطه القضائيه، المجلس الاعلى للسلطه القضائيه. فالفساد اخواني اخواتي ما مرتبطش فقط بوزراء او باصحاب القرار السياسي، فالفساد الذي نخشاه هو فساد القضاء، ان يكون هنالك مفسدون في القضاء، اذا فسد القضاء استعصى القضاء على الفساد ديال السياسيين وديال البرلمانيين. فحنا كنشوفوا في مجموعه ديال القضايا يعني فاسدين كيوصلوا للقضاء وكيخرجوا يعني كالشعرة من العجين، فهذا الشيء ما توقع إلا بوجود حسن الأطلس وأمثال حسن الأطلس على هرب السلطة
القضائية. لهذا فقضية حسن الأطلس كنتمناو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الحالي بأعضائه الجدد أنه يوقف على هذا الملف باش أننا يعني نكتشف حقيقة الأمر، واش فعلا الرجل فاسد ومفسد ومرجح أن يكون هو حمزة مبيبي أو لا أن يكون هو الشخص الذي يعني لا يحكم بالعدل وإنما يحكم لصالح من دفعه له أكثر. إذا تابوت فساده فنحن من هذا الباب نطالب السلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يقوم بالعمل دياله بمحاسبة كل أعضاء أو الأعضاء اللي منضوين تحته واللي يعني آمنهم المغاربة من أجل يعني نزاهة القضاء، إلا أننا ولينا كنلقاوهم وكنصطادموا بالأسماء ديالهم في ملفات كبرى، ملفات اللي تم فيها يعني نهب الملايين لا بل الملايير. إلى هنا الإخوان والأخوات جيت الختام ديال هذا الفيديو اللي سلط فيه الضوء على هذه القضية وعلى هذا الاسم الوازن اللي هو اسم حسن الأطلس، واللي كنتمناو أن فعلا تبدأ التحقيقات في هذا الموضوع مع هذا الاسم باش أننا نبينوا الحقيقة في هذه الشبهات اللي كتوجه لهذا الرجل. ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية إخواني أخواتي، وكندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بلايك لهذا الفيديو، أيضا شرف لي أنكم تشتركوا في القناة، والله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. وخير الختام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.